هذا سعادة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي على نجاح قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في البحرين. وفي مداخلة مع قناة العربية شدد الرميحي على أن دول مجلس التعاون تواصل مسيرة الخير والبركة بخطى ثابتة. هذه القمة تتميز بالكثير. أولا احنا شهدنا خلال 24 ساعة أكثر من قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وكانت هناك لقاء مشترك بين قادة دول مجلس التعاون ورئيسة وزراء بريطانيا، وهذه كانت على مستوى قمة، إضافة إلى استضافة البحرين إلى خادم الحرمين الشريفين في زيارة رسمية، وهذه القمة الثالثة. ما يميز قمة مجلس التعاون بأن هناك كانت الكثير من مؤشرات النجاح لهذه القمة حتى قبل بدها. إذا لاحظت استضافة البحرين لتمرين الأمن رقم واحد، أمن الخليج رقم واحد، ما حقق هذا التمرين من نجاح بحضور جلالة الملك وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي وأصحاب السعادة المعالي والسعادة وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون. ما تم خلال أسبوعين مضت اجتماع الهيئة الاقتصادية التنموية برئاسة سمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. هذه كلها مؤشرات بدأت بها القمة. أعتقد مجلس التعاون الآن في مراحل جدا متقدمة من الاتحاد. كل ما نراه ليس مجرد تشريعات أو قوانين نظرية، هناك عمل جاد. أعطيك يا أخي على سبيل المثال، اليوم بعد إعلان البيان الختامي بعدها بساعتين صدر مرسوم بالتصديق على اتفاقية إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي. هذا المرسوم تم توقيعه من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. بين حكومة أبوظبي أو حكومة الدولة والأمان العام لمجلس التعاون. فإحنا اللي نشوفه اليوم ليس مجرد تمنيات أو مجرد كلام على ورق. كما أكد وزير شؤون الإعلام على أن العلاقات البحرينية البريطانية متميزة منذ أكثر من 200 عام وأن هناك تنسيق تام. أنا أعتقد ما يقدم من تسهيلات من البحرين لحلفائنا في المنطقة هو الهدف الأول والأخير من تأمين المنطقة بشكل تام. العلاقات البحرينية البريطانية متميزة صار لها أكثر من 200 عام. هناك شبه توافق في أغلب القضايا اللي عادة تطرح بين البلدين، هناك تنسيق تام. تربطنا علاقات قوية مع جميع دول العالم. البحرين سياستها الخارجية تعمل على بتوافق مع الجميع، وهذا ليس من الخطأ أعتقد تفسيره بأن التعاون مع حليف يحسب على حليف آخر، بل بالعكس نتعاون مع جميع حلفائنا بنفس المستوى وبنفس المسافة. كما أكد سعادة السيد علي الرميحي أن تدخلات إيران في المنطقة واضحة للعيان، وهناك عشرات الأدلة على أن ذلك، مشيرا إلى أن إعلان الصخير أكد على أن إيران يجب أن تغير سياستها في المنطقة. اليوم التهديدات الإيرانية ليست كانوا في السنوات في السنتين اللي مضت، كان هناك من يعتقد بأن هناك مبالغة عندما نذكر تهديدات إيرانية، ولكن اليوم تدخلات اللي نشوفها في الدول العربية كانت في البداية تدخلات إعلامية، ومن ثم شفناها تدخلات أمنية أو استخباراتية. شفنا تهريب الكثير من الأسلحة، شفنا ما يخفى على أحد التهديدات هذه مستمرة وما توقفت، ولم وبالعكس. واليوم إذا شفت البيان الإعلان الصخير والبيان الختامي لقادة مجلس التعاون، كان هناك الطلب واضح بأن يجب على إيران أنها تقوم بتغيير سياستها. اليوم العالم كله في حاجة لمجابهة الكثير من التحديات، خاصة التحديات الاقتصادية والأزمات اللي نمر فيها في العالم. مفهوم. فأنا أعتقد بأن
العلاقة بين دول الخليج وحلفائها كلها تصب في أمن المنطقة لا أكثر ولا أقل.